جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: هل للمسجد الحرام تحية مسجد؟ لأننا سمعنا أن تحية الطواف تكفي. بالنسبة للقادم، نعم، تحية المسجد الحرام الطواف، للقادم من بعيد يعني، للقادم إلى مكة، طيب، يبدأ بالطواف، طيب، وإذا طاف بالبيت 7 أشواط فسيصلي 2 ركعة طواف، نعم، فيكون بذلك أدى تحية المسجد. إن شاء أن يجلس يجلس، وإن شاء أن يواصل السعي إذا كان معتمرا، نعم، يفعل. طيب، وأما بالنسبة للمقيم في مكة فإنه كغيره من المساجد، إذا دخله وأراد الجلوس إنه يصلي 2 ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن تحية الطواف ليست لكل أحد بل للقادم من بعيد. شيخ صالح، الطواف مشروع ومستحب، طيب، للقادم ولغيره، ولكن الأفضل، نعم نعم، الأفضل للقادم أن يبدأ بالطواف، وأما المقيم فإنه إذا دخل يكتفي بصلاة 2 ركعة ما يجلس، وإن طاف فلا بأس لأنه زيادة خير. طيب، هل الإقامة حد معين، أيام معدودة، أو يكفي مجرد الإقامة؟ الإقامة على قسمين: إقامة مستمرة، نعم نعم، وهم الساكنون في مكة، طيب، المكرمة، طيب، أو إقامة عارضة في السفر، نعم، والحكم واحد في هذا. ما شاء الله. نعم.